رياضيا، تأهل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على فلامبور بورندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية. أحرز أهداف الزمالك كل من أحمد سيد زيزو هاتريك وإبراهيم نداي ويوسف أسامة نبيه، وكان الزمالك قد حقق الفوز على منافسه البوروندي بهدف دون رد في مباراة الذهاب.